السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. موضوع حلقتنا لليوم الفاكهة المقدمة للطيور بشكل شبه يومي، والفاكهة هاي إلا كثير فوائد للطائر. هالفاكهة هاي أخي العزيز منظم لعملية الهضم عند الطير. هالفاكهة هاي ارتبط اسمها بنوع من أنواع طيور الزينة. نعم أخوة الكرام، أتكلم اليوم عن التفاح. التفاح وفوائده العظيم أخوة الكرام لا تعد ولا تحصى، وتقدم للطيور في جميع المراحل. فعلى سبيل المثال نقدمه للطائر في مرحلة الغيار، لأنه يرطب جسم الطائر ويساعد في عملية إنبات الريش بشكل صحيح. ونقدمه في فترة الراحة لما يحتويه من أحماض، إذا كان باللون الأخضر أو باللون الأحمر اللي بيكون حلو. السكريات والنشويات الموجودة فيه إخوة الكرام كتير، وبتساعد الطائر في عملية تريحه وإعطائه الفيتامينات اللي بتنقصه داخل القفص. طائر الكناري إخوة الكرام نستطيع تقديم له التفاح بشكل شبه يومي، يعني يوم إيه يوم لا، يوم إيه يوم لا تحسن تقدم تفاح للطائر وعلى مسؤوليته إذا صار معه أي شيء. الطريقة الصحيحة للتقديم اعتدنا دائما نحن إخوة الأعزاء أن نقوم بوضع التفاح بهذا الشكل بين فواصل القفص، وهذا الأمر إخوة الكرام أمر غلط كبير، لأن بس وضع التفاح بهالشكل هذا راح يصير مرتع للفاش ومرتع للنمل، وأيضا ممكن الفراش أن يبيض بالمكان هذا، وممكن أن يسبب جراثيم. وهي الجراثيم إذا ظلت على قضبان القفص، وكلنا بنعرف أن الطيور من الوقت للثاني بتحك منقارة بالقفص أو بقضبان القفص، وبالطريقة هاي نحن بيكون أزينا الطير وسببنا الطائر مشاكل هضمية. الطريقة الصحيحة أن نقوم بجلب إناء مثل هذا النوع من هاي النوعية ووضعه داخل هذا الإناء لمدة 12 ساعة، وبعد منها منشيله ومنكبه. وحبيت تستبله بشيء آخر فيك تستبله، ما بدك تستبله فيك تحط تفاح مرة أخرى ما بيأثر. يعني لازم يكون يوم إيه يوم لا بتقدم تفاح وما في أي ضرر للطائر. والطريقة الثانية أخي العزيز عن طريق وضعه بهذا الشكل تعليق، مثل ما أنتم شايفين تعليق بيأكل منه الطير لحتى تخلص الكمية الموجودة المعلقة، بعد منها بتشيله وبتكبه أو بتحط شيء جديد. فالطريقة هاي لجميع أنواع الخضار والفواكه، ما بصير تحط شيء بين قضبان القفص لأنه راح يأثر على الطائر وممكن يتلوث القفص ويسبب مشاكل للطير وأمراض للطير. هاي ملاحظة. طيب يا أبو النصر، الطائر مريض ليش تنصح بالتفاح؟ الطائر المريض نعطيه التفاح لأنه بيسهل عملية الهضم ومفيد للقانصة وملين للأمعاء. نحسن نعطيه للطائر عن طريق بشره، ما بيتقدم حز مثل ما كنا لاحظين بالطريقة هاي، يعني ما فيني أعطيه حز، عن طريق بشره. بعد ما أبشره بقوم بوضعه للطائر، والأفضل حتى لو سلقه ربع سلقة تسلقه بالمي لحتى يصير لين وطري، وبتقوم بعملية دهسه وتقديمه للطير حتى يأكل منه، كفيل أيضا كمغذي للطير اللي ما بيحسن يأكل وفي حالات التسييف. ممتاز كتير. ممكن نستخدمه أيضا مع الباتي، نبشره مع الجزر والبيض المسلوق ويقدم للطائر، ولكن أنا أفضل أنه يقدم بشكل منفصل، يعني يكون بشر لحاله يقدمه للطير أو بيكون على شكل قطع مثل ما كنتم شايفين. ما شاء الله تبارك الرحمن الطيور عم تتغذى عليه بشكل صحيح. طيب يا أبو النصر، هذا الحكي بس الكنار، هذا الحكي لجميع أنواع الطيور، الروز، الفشر، الكناري، أي نوع من أنواع طيور الزينة موجود عندك تحسن تقدم له التفاح وراح يتغذى عليه بشكل صحيح وبدون أي مشاكل. مثل ما كنتم شايفين أنا بحطه حتى للأزواج اللي بيكون في عنده فراخ فخص جديد، مثل ما كنتم شايفين المعلفية ما شاء الله تبارك الرحمن، وعندي فراخ هون لساعتها فخص جديد، شايفين عندي فراخ فخص جديد حاطط لهم تفاح. ايضا بيساهم بعمليه تغذيه الفرخ بشكل صحيح، تغذيه الاباء بشكل صحيح، بيمنع التشحيم، مسهل وملين للامعاء، وايضا بيعمل على تحفيز الطير لعمليه التزاوج، بينبت الريش بشكل صحيح بدون اي مشاكل، بيساهم بعمليه تخليص الطائر من الامراض. هو التفاح او خل التفاح، يعني كان تفاح او خل التفاح. طبعا بالنسبه لطيور الباتجي راح يعذبوك موضوع الاكل، لانه طيور لعوبه مثل ما كنتم شايفين عند هذا الذكر قام بإنزاله مباشرة وحاول يلعب فيه ويأكل منه.
فالطيور الباجي حاول انه ما تخليها كثير موجوده عندهم، ومجرد ما اكل منها الطير شفته اكل وتغذى منها بتشيلها وبتحط شيء جديد او بتلغي له اياها من عندها، بس شفته اكل منها وخلص انتهى من الاكل منها. هذا الحكي يا اخوتي الكرام بتمنى ينال اعجابكم، وهالمعلومات هاي بتمنى تنال اعجابكم، بتمنى منكم اخوتي الكرام متابعين لهذه القناه لاول مره الاشتراك في القناه، دعمنا بزر اللايك، مشاركه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو النصر.